بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع كتابة رواية نصوصها مفقودة، هذه الرواية أسميتها رواية ست شامية، سوف تترجم إلى اللغة الإنجليزية. تحتوي الرواية على 888 نص. هناك بطلين في الرواية، بطل أسميته يوهو، وبطل آخر أسميته كوهو. أما البطل كوهو سنبدأ به الرواية، وله نصيب من النصوص 88 نص. يبقى 800 نص هي نصيب يوهو حين يظهر في الطرف الآخر. لماذا أسمينا كوهو؟ الكي أو الكاف هي من المعرفة، هي من اليقين والإيمان، لأن المعرفة تولد يقين، المعرفة تولد يقين. وجاء في طبعا النص اللي دائما موجود في طرف أو في فهرس الرواية هو آيات القرآن الكريم، فجاء في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذي يعلم هو كوهو، والذي لا يعلم هو يوهو. هنا أنا أستعمل برنامج آب اسمه كابشنز، وهو من برامج الذكاء الصناعي، بحيث كل تسجيلاتي ممكن تتحول إلى كتابة، سواء باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية. الخطة هي إصدار 28 كتاب، ويكون الكتاب صوتي باللغة العربية، وكتاب مكتوب كتابة يباع وهو باللغة الإنجليزية. كل تسجيل سيكون مدته 5 دقائق أو أقل. نلقاكم في تسجيل آخر.